بعض المحلات اللي كاين داخل المحطات هذه كذلك تعطى عن طريق طبعا الكرة لشباب تاع المنطقه. نطلب من كل المواطنين وكل المسؤولين باش يحافظوا على هذا المكسب. راكو شفتوا جوده المحطه راهي نورم انترناسيونال، يعني مازال نزيدوا نشوفوا ان شاء الله. لازم كاع نتعاونوا باش نحافظوا على هذا المكسب هذا الكبير. مرة أخرى مبروك لكل منطقة إن شاء الله، ومن هنا كذلك نادي للمستثمرين الجزائريين أن يخرجوا من هذه المدن الكبرى ويدخلوا المناطق الداخلية للوطن وين كاين كل الضروريات. وانتم لاحظتوا أنا مؤخرا كان قانون الاستثمار قد تم المصادقة عليه وفيه تسهيلات، إذا البلاد ان شاء الله ماشيه تحت الرعايه الساميه للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه. ان شاء الله الى الامام سنه 2023 ان شاء الله نتمنوا ان تكون سنه تاع انطلاق حقيقيه للاستثمار في الجزائر وخلق مناصب الشغل الى اخره. شكرا جزيلا، تفضلوا ساده الوزراء.